طبعا بدنا نذكر انه كل الناس هلا معين عم بتشوفنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك العربيه 99 صحيح. اف ام. يا حيا الله استاذه اللي ابغاك تسوينه ابغاك ترسمي لي رسمه اوكي موجوده هني ممكن تغيري رايك كم من كم من مره تكبرينها ترسمينها مثل ما رسمتيها وخلينا نشوف شو بتطلع الرسمه ما غيرها زي ما حكيت لي اعمل اوكي رسمة الأستاذة هبة حترسم أوكي أستاذة على فكرة هي كلمة كتير على رأسي على رأسي الله يسلمك إحنا مش متفقين على شيء بس نأكد للمشاهدين لا طبعا لا طبعا, طبعًا. يعني إحنا كله عم بيكون إحنا مش, مش متفقين على شيء ما أعرف شو معين أنت ما عم بتشوف ولا شيء ولا أبدا هي كراسة الرسم يعني ظهرها لمعين فمعين مش شايف أي حاجة أنا ورأفت بس اللي شايفين هبة بترسم إيه يعني إحنا بنحاول نعرف إيش هبة بترسم والرسمة دي كانت يعني من أحد الرسمات المفضلة ليا وأنا في ابتدائي اسهل شيء سهل عادي يعني هو اكثر الناس دي ارنبيطه ولا اكثر الناس يرسمون بيت او يرسمون مثلا لا شجره لا ما رسمت بالضبط او سمك ممكن يرسمون سمك صح في رسمه رسمتيها صح المشاهدين قاعد يشوفون الرسمه اوكي ممكن نشوف الرسمه انت حتشوف اوكي الرسمه هذه ما اعرف هذا بحر ولا رمل بحر بحر وشيره وشمس صح صح قبل ما ادخل الاستوديو انا اعطيت ظرف للأستاذ رأفت نعم احنا مش متفقين على شيء انت لا. ما قلتي لي لا يدوب التقينا يدوب التقينا الظرف عندك موجود صح لا ما تقولش من الرسمة برنامج. فيه انا اعطيتك ظرف مكتوب عليه شو من برا مكتوب عليه prediction تنبؤ شيء انا ممكن كتبته وانا جايينكم في الدرب جالس في السيارة رسمت رسمة مبسطة دخلت في الظرف واحنا مش متفقين مع الأستاذة هبة ممكن تطلع الظرف لا اكيد لا 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 ثانية واحدة بس وانت بتبص ثانية رأفت ثانية واحدة وانت بتطلع الظرف بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم الاستاذة هبة ممكن تمسكيها ايوه امسكيها okay. بس كمان خلي وجهها للكاميرا لانه الكاميرا على لايف على الفيسبوك لا 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 لا, 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 لا. مع رسمة مطابقة لرسمة لا 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 معلش معلش بقى ما فيهاش خفة يد دي فيها حاجة تانية نفس على فكرة نفس الرسمة بس الورقة بالطول يعني بجد لا ثواني الفرق الوحيد ان هبه رسمها بالعرض هو هو رسمها بالطول هي هي يعني نفس شجره الزهره هي ولا ثانيه واحده طب لحظه يعني لا ثلاث خطوط شباب برضو ثلاث انا خطوط. شباب والله بتعرفوا شو عاده بعمل عاده بعملها حديقه مع ورد بس قلت بدي اغيره اعمله بحر مش عارفه ليش الجو ومود بحر هل يعني عامله نفسك بس لحظه هلا هو طلع بحر بس الاستاذه هبه لو لو رجعنا بذاكرتك شويه ايوه ورجعنا لايام الطفوله ما بما ان الطفوله طالعه كلها باللوحه اوكي ايام الطفوله وانت على رسم مثل ما قلتي ارجعي لي مدرسه كنت تحبيها كثير صح مدرسه كنت تحبيها كثير انا ما اعرف اي مرحله كانت اي مرحله هاي كانت بالصف الخامس صف الخامس ممكن مروا عليك يعني استاذات كثار اساتذه كثار ايام المدارس صح طبعا فكري فيها كبريها كبريها في مخك ما اعرف طب دي حاجه لايف بقى اهو فكري فكري بالاسم غمضي عينك وفكري في الصوره فكري فيها افكر بالاسم الاولاني ولا بالاسم والعيله كامله اسم الاولاني اسم الاولاني فكري عينك كانك قاعد تخيلينها أوكي. اوكي طيب اللي بيحصل دلوقتي ان هبه قفل عينيها تماما انا ما اعرف ولا أوكي. ممكن وانت مغمضي عينك شو كان اسم المدرسه اللي ثانية واحدة بس قبل ما تقول حاجة إيه؟ معين وهبة قفل عينيها كل اللي عليه ان هو خد الدفتر او كراسة الرسم اللي كانت هبة بترسم فيها وكتب اسم على الورق كانت اللي رسمتيها على الدفتر الاسم موجود هون على الكراس يلا. فالاسم لأول مرة للجمهور شو كان تفضلي انا احكي الاسم إيه؟ قول اوكي ليلى ليلى الاسم اسم لا. المدرسة في الصف الخامس ممكن من كثير مدرسات ليلى ممكن تراويها للأستاذة هبة يلا بنشوف هبة فتح عيونك كان معك بالصف طيب انت كنت معها في المدرسة لا يعني ايش اللي مصير يا جماعة لا 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 يا جماعة الموضوع أنا مش طبيعي ممكن احكي عن هاي المس هاي المس اسمها مس ليلى بنات كانت تدرسني لغة عربية بالصف الخامس ايوه ولهلا انا بتذكرها وبعشقها اذا عندي مخارج الحروف صح او طريقه الالقاء بالشعر او القصائد صح فهي كانت السبب يعني اذا هي هلا عم تسمعني او اي حدا بعرفها عم بسمعني بدي اوجه لها مسج بس انا كامل التقدير ليها بس هي حضرت ازاي بقى ده اللي انا عايز اعرفه لا معين ممكن غريب بصير ممكن نحكي انت يعني انا مش عارف شو اسميها مهارة خفة لا خفة اليد انا بفهمها معلش يعني خلينا نوضح نكون واضحين خفة اليد ان مثلا حد بيعمل حاجة قدامك فانت تستعجبي من الطريقة اللي عملها بيها وهو بيعملها قدامك بس حاجة بتعتمد على الذاكرة او ذكريات الطفولة او
حاجة هو مش شايفها وبعدين يطلعها، فأنا مش فاهم ده. هذه من الأشياء أنا تحرفنت فيها كثير من بدايتي في ألعاب الخفة. فرع من ألعاب الخفة يسموها منتاليزم. في مسلسل عليه كمان موجود لو حاضرين، هذا منتاليست. فمنتاليزم واحد ممكن يستشف المعلومات بطرق مختلفة، من بادي لانجويج، من NLP، في العلوم هاي اللي موجودة. ممكن الواحد لو تعمق فيها ممكن يستجيب كثير من المعلومات. شو اللي عملته بالبادي لانجويج خلاك معين تلاقي اسم ليلى؟ فاضح فاضح، مش هيقول لك بقى. طب احنا مثل ما خبرنا المستمعين اكيد، وهل احنا موجودين لايف على الفيسبوك العربية 99FM؟ الموضوع فكركم خلص؟ ما خلص لسه، معين رح تضلك موجود معنا اكيد لتفاجئنا وتفاجئ الناس اللي عم تسمعنا على هوا العربية 99. مش معقول مش معقول. الموسيقى استاذ رأفت طلب مني طلع 10 دراهم. صحيح. اعطاها للاستاذ وائل. ايوه. وكتبتك ورقه على اساس ترجع لي ورقه على 10 دراهم. فهاي الفلوس انا ما فتحتها، ما شفتها، ما تعمقت فيه. نعم. استاذ وائل انت اول مره اشوف الفلوس. تغطي تحت عشان ما حد يشوف. أوكي. تفتح الفلوس ابغاك تشوف عليه، حيكون كل فلوس عليه رقم متسلسل. تمام. ممكن تشوف الرقم المتسلسل، افتحها من غير ما تراوي اي احد. اوكي. تشوف الرقم المتسلسل، ابغاك تفكر باول رقم. شفت الرقم موجود؟ حصلته؟ اوكي. اول رقم ممكن تفكر فيه من اليسار ولا اليمين؟ اول رقم من اليسار لليمين. من اليسار اول رقم. اوكي. اول رقم ابغاك كانك ترسل لي اياها، كانك ترسل لي اياها، انا ما شفت الفلوس ولا اعرف. كانك ترسل لي اياها الفلوس عندك. اول رقم 6 صح؟ مزبوط. صح. اوكي. ثاني رقم، فكر بثاني رقم. انت قاعد تحاول تغير بيتك من بيتك لمكان ثاني هالفتره، ولا في حد من اهلك قاعد يحاولون؟ اوكي. ابغاك ثاني رقم 9. اوكي. 6 9. ثالث رقم، بس اتاكد لي كل ما اقول لك رقم. لا صح، لغايه انت ماشي صح. هو احنا مصدوم لحد دلوقتي انت ماشي صح. ثالث رقم 6 9 5. ايوه. اوكي. 8. ايوه. اوكي. في ارقام متسلسل، في ارقام اللي بعدها في ارقام متكرره، في ارقام متكرره. 6 6. بلشت حواجبه ترفع. 6 9. كتكون 6 9 5 8. مش 9 9 1 7 1. 9 1 7. 7 1. لا ايوه. يا اخي رقم شو بعد 7؟ ايه. حاول تبص لي كده وتعرف. 1. انا عندي 1. 1 هو اخر حاجه. اخر حاجه. في واحد قبله. في واحد قبله. واحد قبله ما قاعد يجيني، بس اعتقد 6 9 5 8 9 1 7 في رقم واحد. صح بالضبط. صح. شكرا، ما تقصر. لا برضو. لا برضو، ده انا لو قعدت هنا 4 سنين مش هجيب رقم منهم. صح. لا بس احنا بدنا نوصل للمستمعين انه ال10 دراهم هي تبعت رأفت. صحيح. يعني مش تبعت معين. واحنا بصراحة لو تبعت يعني معين خلاص يبقى هو حافظ الرقم بتاعها. يعني هل حطها في جيبك؟ هذه هدية مني لك، ممكن تاخذها. ربنا يهديك. لا شوية يا بعد البرنامج حابب بترجعها يا وائل. خلاص هدول 10 دراهم والله دخلت العهدة. والمدير مضى، ما اقدرش. معين البستكي، يعني احنا عن جد مش عارفين شو بدنا نحكي لك. انا نسيت شو بدي احكي لك. بصي كلمي امنا نحول المسابقات لبكره. خلاص. قد ايه انت عن جد عم تحكي شغله مهمه، انت بتعتمد على موضوع انك تقرا عقول الناس، وهالشيء رح تكون عم تعمله لايف قريبا بدبي صح؟ ان شاء الله. إيه. وين رح يكون المكان؟ في ذا جانكشن. المكان بيكون في ذا جانكشن ايام العيد ان شاء الله. بيكون عندنا عرض باسم المحذور. وما في شيء محذور، هو المحذور انه حنسوي اشياء ما شافوها الناس في الوطن العربي، من قراءة التفكير، من اخفاءات، من طيرانات، من تقطيعات. الناس ممكن يستانسوا بالعرض هذا معانا. وقراءة التفكير هذا بيكون التركيز اللي معانا، وبنحاول نقرا مخ كل واحد من الجمهور بيكون متواجد. والله احنا جدا انبسطنا، واكيد كل الناس اللي هتحضر اكيد هتتبسط. بنشكرك جدا جدا واستمتعنا، ومش عايزينك تمشي بصراحه. والله متعين بوجودك يعني. معين نقول لك جود لك. شكرا كثير لك انك اليوم كنت موجود معنا بالاستوديو العربيه 99، وانا متاكده في ايام كثير رح ترجع تشوفوا معين مباشره. كنا موجودين لايف على الفيسبوك على العربيه 99FM. كل اللي صار عندنا بالاستوديو هلا بتقدروا تشوفوه على صفحتنا العربيه 99FM. شكرا كثير معين. شكرا لك. شرفتنا. تسلم. العربية.